احنا قلنا باللي هذا موش رايس، هذا الماكسيموم نتاعو شاف دايره، اي سكومبورت كوم ان بيتي شاف دايره. علاش تفون موش رايس؟ اولا جا حطوه العسكر اللي نوموا، هذه رقم واحد. رقم اثنين الشعب رافضه، منين يجيب القوة تاعو تبون؟ منين راح يجيبها باش يقدر يحتم هو البرنامج نتاعو؟ ولا كان عنده برنامج وما عندوش اصلا البرنامج، من كلاب ديبان جابوه داروه رئيس، من اللي حاوزوا بوتفليقة والله خو بوتفليقة وهو كيل كانيش فلانيش نتاعو قاعد، حتى نعاودو خرجوه وجابوه رئيس. منين عنده شرعية؟ منين عنده سلطة؟ منين عنده قوة؟ اولا تفون هذا هو اول سيفيل يحكم منصب تاع رئاسة الجمهورية، ما نقولش منصب تاع رئيس لانه موش رئيس، قعد في كرسي رئاسة الجمهورية، اول سيفيل في تاريخ الجزائر، لانه الاخرين بكل بصفة مباشرة وغير مباشرة عسكر. بوضياف اكثر من عسكري، تصوري الله يرحمه، من منظم المقاومة المسلحة، دونك حتى تعطيه قرط تعطيه القرط تاع ماريشال. شادلي عسكري، بومدينة عسكري، زروال عسكري، علي كافي يعتبر عسكري، بن بلا عسكري، سي ان باراميليتار ريفولوسيونير. شكون سي لو برومي؟ وهذا لو برومي هو كل عيوب اصله بالنسبه للشعب الجزائري، كون ينشر راح يرفض على حسب الانتماء الاصلي الديني تاعو، مسخ سراق كي كان في لابيطا، سي تان غران سراق بيه بلي كانوا معاه لابراف. السرقه اللي كان يسرق بهم في لابيطا جابهم باه يسرق بهم مرحله ثانيه، حتى من الاختيار نتاعو نتاع الاطارات، اختيار تا واحد غبي ما عنده حتى قيمه، ما عنده حتى قوه، ما عنده حتى سلطه، ربما كاين بعض الوزراء ما يقدرش حتى يهضر معاهم لانه الناس اللي حطوهم اقوى منه. كي يحط هو مدير عام الجمارك ويتنحى، ما لازمش هذه تدهشكم، هذه حقيقه قلناها، هذا جاء الا اثبات. لكن العيب الكبير وين هو والخطر الكبير؟ سي كو ماشي، ما عندناش ميم با ديكتاتوريه في الجزائر، كيما نقول لهم انا اون ا اون بوليكراتور ماشي اون ديكتاتور. الجزائر elle n'est même pas gérée comme un groupe de mafieux. Elle est gérée comme un groupe d'anarchistes mafieux. يعني ما كان aucune organisation réelle à part celle des pieds blancs qui dirigent le bal. Les pieds blancs يعني اللي هما يحركوا في هاد لي ماريونات كامل، كي العسكر كي شنقريحه كي اللي معاه كي. توت فاصون شنقريحه والعسكر والناس اللي تنتبون واللي جاب تبون واللي عطاتو تعهدات والناس اللي بكل خوانه هذه. لازم الشعب الجزائري يفهمها. لازم الشعب يفهمها. واحد يقول له الشعب يقول له تبوز الكوكايين، واحد يقول له باه الصحراء، واحد باه الغبره، واحد بنو داخل في قضيه بلانشيمون دارجون، واش من ارجون، واش من ترانسفير ترافيك دو كوكايين، واش من كوكايين، ماشي كوكايين قضيه غير يشموها، لو ناركو تيروريزم يعني لو فينانسمون تاع الارهاب بالكوكايين بلا دروغ، دراهم بلا دروغ. وها هو يقول اني رئيس، سي نورمال موش رئيس، ما يقدر ينومي حتى واحد. وكذلك مجموعة الشيوخ هذوك الطروازيام ماج نتاع ليطا ماجور هذوك اصلا ما يقدروش، ما يقدروش يقدروا يخمو اصلا، عباك برام ماشيين، ماشيين بالتخويف نتاع الشعب، مخوفين الشعب، الشعب يشوف فيهم قيادات، هادو موش قيادات، هادو جنينات. الشعب برك مازال ما فاقش، الشعب صارت له كيما الجن مع سيدنا سليمان، هو مات والجن مازالوا في العبودية حاسبينه مازال حي. النظام مات في الجزائر، قيادة العسكرية ما تسوعون، ما عندها حتى قوة، قيادة خاينة متواطئة شبعت كروشها بالتبنى نتاع النار، بكل خماج بكل مسخين بهم فاميلاتهم سونز اكسبسيون، الملاح فيهم خرجوا والملاح فيهم خرجوهم، سيتو. ما كانش باش توصل في الجزائر مراتب عليا لازمك تكون خامج هكذا به القدم البيضاء تتحكم فيك، دونك لازم الشعب يوعى، لازم يدافع عن نفسه. سي جاب طياره فيها ناس من لاشين وطلقهم في وسط الشارع، واش معناتها جبت لنا قنبله
والعالم بكل على باله بلي هذا لاسوش نتاع الكورونا فيروس هذا سي با اون سوش سي اون ارم باكتيريولوجيك سلاح باكتيريولوجي. حنا في الزبل وهو يتبرع لتونس. تونس دوله شقيقه صح بصح ماشي للدرجه هذه. كون راجل يخلي ولادو للشر ويمد دراهم لجارو مرتو طلقو غدوة الصباح تحط له كابتو عند الباب بعد لا ما حتسالوش في الليل في سي سا سو فوا كو يعني ما وحابين العالم بكل الناس طرح تساؤلات علاش الروس يعرض فيه مي سي نورمال لقاو داندا لقاو داندا على تيت دالجيري مي الناس كل تحوس تبارك للداندا هذه لانه تدخل الجزائر في ليبيا بقوه وبصرامه يقلب كل الموازين في ليبيا وفي الساحل يقلب الموازين الدوليه ولا حفتر يتهدد علينا سيدي مازال يتهدد مازال يتهدد ومازال يقول لك قيادات عسكريه حاطين روحهم رجاله لابسين سراول نورمالمون ديروا الاجارات وتقعدوا في الديار كي العوتق حفتر يتهدد عليكم يا طحانين طحنتوا الجيش والشعب الجزائري حفتر يتهدد عليكم Monsieur Rahmani, surtout que Tebboune avait un soutien à Gaït Salah. Donc, maintenant que Gaït Salah est parti, je pense que ou bien il remballe le climat de l'Ours, ou bien il démissionne. Non, il est à la base. Il est à parce qu'il est à l'âge. Il 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 est à السيد هذا قالوا له ارواح ونديروا كرايس وهم لي كونديسيون وهاي الحمايه اللي عندك بيان سور التعهدات هذه كانت تاع قايد صالح على هذه قلت له قايد صالح هكذا كي راه قايد صالح راحت مع التعاقدات اللي عنده مع تبون ومع الناس هذو وكذلك قلت له قايد صالح بس قايد صالح الله غالب معتوه عقليا عنده حبه حمص في راسه كما قال خالد نزار خالد نزار كذب في كلش في هذه الصدق دونك الي انكونترولابل كما يقول المثل العامي عدو عاقل خير من صديق جاهل لقيت صالح سي صديق الجاهل سي الجهل بعينيه بلا ما نضيفوا له الخماج والامورات الاخرى هذيك لانه خامج وجاهل وفاسد ومفسد يعني الجهل كي يطغى في الارض يعني الرويبيضة كي تعود عنده البوفوار كون جا لقيت صالح خرج في السعودية تعرف شنو نقولوا نقولوا من علامات الفناء لأن الرويبيضة في البوفوار أبارامون راهم يقولوا من علامات الفناء أسف.